سترى مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. حديث غاية في الروعة، وكل حديث النبي روعة. حيثيات هذه الخطبة، بالأمس أحد الأخوة جاءني يعني نوعا ما متلهفا يبحث عن من يعينه في الانتقال من بيت إلى بيت، شخص لمدة ساعة أو ساعتين، طرف هنا الانتقال غالي ويكلف ويلزم شركة وكذا، فالمهم فسبحان الله ظل هذا السؤال في ذهني، ولكن الله عز وجل يسخر القلوب، فالحمد لله تعالى وجد من يساعده اليوم، فأردت أن أتحدث عن موضوع قضاء حوائج الناس. ولأن إخواني الأعزاء الوقت قليل والموضوع عظيم، اخترت أن أقسمه على أسبوعين، والله عز وجل هو الذي يقسم الرحمة ويقسم الأقدار والأوقات. فالخير كما تعلمون خلق من خلق الله، والخير بيد الله، استودعه فينا في نفوسنا في بواطننا. حتى أعود إلى ما حدث بالأمس واليوم، قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم مع الظروف هذه يأتيك أحيانا نوع من الظلمانية هكذا على القلب،
هو نوع من الشيطانية التي تلبس عليك الأمور. فقلت لإبليس: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. كذبت يا عدو الله، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. فالخير في الإنسان عموما وفينا كذلك الحمد لله، فالله خالق الخير سبحانه وتعالى. وأطلت في الخطب الفارطة والوقت لا يسمح، فأقول لنختار اسما من أسماء الله الحسنى الذي هو مصدر هذا الفعل الطيب وهو قضاء حوائج الناس. وأقرب الأسماء على اختلاف بين العلماء إلى مسألة إعانة الناس، عون الناس، اسم الله المعين. المعين شو معنى الاسم؟ غاية في الروح. وبين الأسماء دائما هناك موازنة، ففي المقابل نجد اسم من أسماء الله جلالي. اسم جلالي فيه عظمة، دلالة على عظمة الله عز وجل. مع الأسماء الجمالية اسم الله المانع، المانع سبحانه وتعالى. فالخير كله لله سبحانه وتعالى. ولكن لأننا خلفاء في هذه الأرض، فقد استعملنا الله لنشر الخير، لا كما اعتقدت الملائكة لما نظرت إلى الجان الذين سكنوا هذه الأرض فرأت منهم الشر فظنت أن هذا الإنسان سيفعل كما فعل الذين من قبله. قال لهم: لا، هذا الإنسان سيفعل الخير وأمرنا بفعل الخير. فقال الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سبحان الله. فأشاهد بعد ذلك إخواني الأعزاء الإنسان يكثر من فعل الخيرات. نسألك فعل الخيرات، فعل الخيرات وترك المنكرات، يكثر من فعل الخير. يجاهد نفسه في الأول، صعب صعب. أنا كل إنسان يحب الخير لنفسه، الإنسان بطبعه يميل إلى نفسه. فإذا واظب على العطاء وعلى نفع الناس وعلى إعانة الناس صارت له ملكة، وصارت له طبيعة، وصارت له سجية، فلا يستطيع أن يتوقف عن فعل الخير. كالنهر لا يستطيع أن يتوقف، كالريح المرسلة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، فالشاهد في هذا إذا رأى إنسان محتاج كما كنتم وكما صنعتم بالأمس مع مسجدكم، ما شاء الله مجرد كلمة القلوب انفتحت وأعطيتم المال وسجلتم أسماءكم، هذا خير، هذا دلالة على أن في قلوبكم خير إن شاء الله، واستصفاكم الله لفعل الخير. فإذا واظبتم على هذا الفعل وعلى غيره من قضاء حوائج الناس صار لكم سجية. صار الإنسان بعد أن كان ربما يجاهد نفسه حتى يعطي بعض المال، صار يجاهد نفسه حتى لا يعطي، حتى لا يعطي المال خوفا من أن سيدنا أبو بكر الصديق أعطى كل ماله. صارت سجية، صار كريما. فالشاهد في هذا إخواني الأعزاء كما قلنا، إذن صار هذا الشخص بكثرة فعل الخير ارتقى إلى مرتبة عظيمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قوم اختصهم الله، البعض بالصيام، البعض بالصلاة، البعض بالحج، البعض بالعمر. سيدنا أبو بكر من جميع الأبواب، صح ولا؟ البعض بقضاء حوائج الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم، يعني أعطاهم النعم لمنافع العباد، حتى ينفعوا الناس. مدتها ليش معناها؟ معناتها استخلفه الله، قال: أنت تقوم بهذا الدور، كما سخر الله الريح لسيدنا سليمان، فسخره الله لرزق الناس ولرحمة الناس وللتوسيع على الناس، فيله من شرف عظيم. طائفة خاصة معروفة، أسماؤها معروفة عند الله عز وجل، مكتوبة في اللوح المحفوظ، لا تزيد ولا تنقص. كالسبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، قال عكاشة: أنا منهم. قال: أنت من؟ قال: لا. قالوا: لا، سبقك بها عكاشة. ما طائفة مخصوصة، فماش. فسبحان الله، يا لها من طائفة، يا لها من طائفة عزيزة وجليلة.
فهؤلاء هم مظهر من مظاهر رحمة الله على الأرض. قال الله عز وجل فيهم أو قال ربما يدخلون في قوم يعني أسماء عجيبة في القرآن، وعباد الرحمن، تجد كلمة وعباد الرحمن سبحان الله، وتجد صحابة، فإحنا عندنا الرحمة وتعودوا، لكن هذه كلمة عظيمة. وصف الله صحابة النبي بماذا؟ أوصاف أفضل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، رحماء بينهم. الله أكبر، رحماء بينهم، يا له من شرف عظيم لهذه الطائفة التي اتصفت بصفة صفات صحابة رسول الله، بل اتصفت بصفة من صفات رسول الله رحمة الله، بل اتصفت بصفة من صفات الرحمن الرحيم الله عز وجل. نسأل الله أن نكون منهم. فنجتهد إخواني ونفعل الخير، ولكن فلتعلم أن فعل الخير هذا كأنك تقول لله عز وجل وتترك بابه، اجعلني من الذين يستحقون أن يكونوا من الذين يقضون حوائج الناس، لأن الله عز وجل هو الرافع سبحانه وتعالى، هو الذي يرفع الناس ويغفر سبحانه وتعالى، ولا تملك شيئا إلا العمل. قال الله تعالى يخلق الله ما يشاء ويختار، خلق الخلق واختار سيدنا محمد لخدمة الناس، قال ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن ثمة فإذا فعلنا الخير فلا تقل هذا بإرادتي ولا بمشيئتي، معاذ الله، قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة الله سابقة وإرادته سابقة. إن الله كان عليما حكيما، لا يبعث في القلب المشيئة والإرادة إلا بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى المتفضل علينا، هذا بفضل الله ليس بفعلنا، بفضل من الله. ولذلك إخواني القلوب هذه بيد الرحمن وهو مالك الملك، فمن ملك بقلبه مالك السماوات والأرض، والقلب ماذا يفعل مع هذا الملكوت والملك؟ فالله عز وجل يتجلى لنا في قول عظيم يقول والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، هو الذي يقبض والذي يبسط، فإذا بسط انفتحت أبواب الرحمة. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، كالريح المرسلة فلا ممسك لها. سيدنا أبو بكر الصديق ما له كله وأرضاه سبحان الله، انفتحت له من يقف فيها، قالوا له وأولادك، قالوا تركت لهم الله ورسوله. أنا نتحدث عنه الفضل القادم إن شاء الله. وما يمسك فلا مرسل له، عنده أموال الدنيا كلها، تطلب في فرشيطة ما يعطيها لكش، تطلب في آلية ما يعطيها لكش، موجود ولا تعرفوهم ولا لا؟ موجودين الناس هذول. قال عنهم الله عز وجل في سورة فيها سخرية من هؤلاء والعياذ بالله، قال سورة الماعون ويمنعون الماعون، ماعون تطلب منه آلية عاوني راني باش نطبخ طعام، لا ما نعطيش، لماذا؟ قبض الله قلبه. فنسأل الله عز وجل أن يتجلى لنا بصفة الجمال، لا أن يتجلى لنا بعدله، لأنه لو تجلى لنا بعدله لهلكنا. فالشاهد في هذا والوقت يحاصرنا إخواني الأعزاء، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا، فإن اختصنا الله بهذه الطائفة نفس الله عنا كرب الآخرة، ثانيا يسر الله عنا كل عسير، ثالثا سترنا الله، هذا أفضل الجزاء. ما عشناش ما عشنا بشيء. قال سيدنا عمر ليتني أدخل الجنة لا لي ولا علي، برك يسترني ربي برك. سيدنا عمر قال إذن الستر في الدنيا والآخرة، وكان الله في عوننا، وأفضل عون أن يعيننا على الطاعات. نسأل الله كل ذلك إن شاء الله. وفي حديث آخر جميل يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس الذين يقضون حوائجهم يأتون يوم القيامة آمنين من العذاب، وهذا كذلك من أفضل الجزاء. نسأل الله أن نكون منهم، وأن نسأل الله عز وجل أن يستخلصنا ويستعملنا في ذلك. اللهم افرج على إخواني المسلمين، افرج على جميع المستضعفين، اللهم آمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الفتاح العليم، الحمد لله الذي أرسل رسولنا رحمة للعالمين فكان كالريح المرسلة، نسأل الله نفحة من نفحاته وقطرة من رحماته صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شيخ الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم dit, selon سيدنا أبو هريرة, celui qui soulage un croyant d'un souci parmi les soucis de l'ici-bas, Allah le soulage d'un souci parmi les soucis du jour du jugement. Celui qui accorde une facilité à son débiteur ou à une personne qui est en difficulté, Allah lui facilite dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui couvre un croyant, Allah le couvre dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Allah aide le serviteur tant que le serviteur aide son frère. Les circonstances de ce serment sont simples. Hier, un frère m'a demandé de faire un appel parmi les fidèles. Il cherche quelqu'un pour l'aider à déménager. Walhamdulillah, il a trouvé deux personnes. J'étais un peu tourmenté. Donc depuis sa demande, j'ai cherché des frères et tout. Mais alhamdulillah, il a trouvé deux frères et ça prouve la véracité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Le bien est en moi et dans ma nation jusqu'au jour dernier. » Soulager la souffrance d'un homme est un acte qui émane du bien créé par Allah Azza wa Jalla. Aider quelqu'un émane d'un nom divin, d'un beau nom divin qui est Al-Mu'in, celui qui aide. Des savants disent que c'est un attribut ou un acte de Dieu. Il y a d'autres noms, mais le temps me presse. À l'opposé de ce nom, nous avons un nom de majesté. C'est Al-Mana, celui qui empêche. Donc celui qui aide, un nom divin de beauté et un nom de majesté, de pouvoir, c'est celui qui empêche. Bien sûr, celui qui aide par sa générosité et celui qui empêche par sa justice. Donc, le bien est une créature d'Allah Azza wa Jalla. Mais en tant que vicaire, nous sommes mandatés par Allah pour répandre le bien, pour faire le bien, pour répandre le bien sur cette terre. C'est Allah le créateur de toutes choses. Et nous sommes les vicaires, les mandataires d'Allah Azza wa Jalla. Allah dit dans le Coran, et faites le bien, peut-être réussirez-vous. Et si tu fais le bien constamment, ça devient une habitude. Ensuite, tu vas aimer faire le bien. À la fin, tu deviens familiarisé ou familier avec le service ou avec le bien. Tu te trouveras de la difficulté à s'abstenir de donner à la fin. Comme au début, tu avais la peine de donner. Donc, si tu fais le bien constamment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a promis d'être parmi les privilégiés d'Allah Azza wa Jalla. Quelque part, le prophète dit, Allah a privilégié un groupe de serviteurs pour le fait d'être au service des autres. Donc, leur porte du paradis, c'est l'utilité, être utile aux autres. Quelle grâce meilleure qu'être utilisée par Allah pour répondre et transmettre sa miséricorde. Ce groupe fait partie des serviteurs du miséricordieux. Allah a honoré les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans leur description, ceux qui sont miséricordieux
entre eux. Être au service des autres est une manifestation.